جدعة بتخليك تقدر تعمل ثقب بالأرض وأي واحد يدخل عليه رح يوقع للمكان. وهي الخدعة بتخليك تقدر تنتقل لأي مكان بدك إياه بالخريطة وعلى فكرة من دون بان. وما هي الخدعة الأخيرة بتخليك تقدر تفعل شخصية أوريون وأنت راكب الدراجة. أهلا فيكم بعالم خدعة تيك توك فري فاير واللي بنلاقي فيها خدع مجنونة لأبعد الحدود. ولكن هل كل هاي الخدع شغالة؟ هذا اللي رح نعرفه في فيديو اليوم. فلايك واشتراك في القناة خلينا نوصل هذا الفيديو لل 50,000 لايك. وإذا كنت جاهزين يلا نبلش. أوكي بلش بأول خدعة. اوكي طيب شو راح اسوي؟ اوكي وقف على الطرف. اوكي ونزل الغام. ها طلع قديش نزل لغم؟ نزل مليون لغم. طيب شو اللي راح يصير؟ اوكي يو طلع صار لونها اصفر اصفر. يا الهي هذا اللي بقع فيها خلص جي جي. طيب شو اللي راح اسوي هسه؟ اوكي طلع وطفى النت. اوكي يو ايش هاب؟ انا فكرتهم راح ينفجروا فيه. طلع كانه عمل حفره بالارض. ايش في سواف؟ يي لا هاي عن جد اول مره اشوف هيك خدعه. بعد سريع خلينا نروح نجربها. اوكي مبدئيا راح اعمل زي ما عمل هو دخل على روم اوكي وعمل انشاء ما دخل على الباتل رويال. اتوقع نعمل هيك عشان يقدر يحصل على الغام لا نهائيه. اوكي واخيرا لقيت الالغام اللي ساعه قاعد ادور عليها. والمشكله الثانيه انه احنا حاليا بالزون المنطقه اللي لازم نعمل عليها الخدعه حاليا برا الزون. فاتمنى نلحق نعملها. طبعا احنا زي ما انتم شايفين راح احاول نعملها باسرع وقت لانه طلع الزون كثير قوي مشكلة. اوكي اوكي طيب اعطيني اللغم حاليا. تمام اوكي هسه الخدعة بتحكي لك انك لازم توقف على الطرف. لازم تقعد على الطرف وتجرب الخدعة. المفروض انه هيك احنا هيك زي هيك مثلا. اوكي اتوقع المفروض نعملها طلع. اوكي 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 اتوقع انا قاعدين نعملها صح لانه الالغام قاعد تنزل تحت. يلا هيني قاعد احاول انزل اكبر عدد من الالغام. اوكي بس خليني اعبي دم بسرعة بسرعة بسرعة. اوكي 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 الوضع مش تمام بالمرة. الزون قاعد يصير قوي كثير. اوكي اوكي طلع طلع طلع. دققوا معي منطقة الالغام. دققوا كيف قاعد يصير لونها اصفر كثير. اوكي اتوقع ان احنا قاعدين ننجح بالخدعه. بدي انزل باوريون. اوه كنت قريب منها كثير يا حبيبي. ثواني ثواني طيب هي لو معي منشط. يا رب معي منشط. لا معيش ولا منشط. طيب يلا مو مشكله مو مشكله خليني طب اعبي سوبر ميد كيت لانه هسه راح افصل النت وحالتي راح تكون عاله. خليها نصغر اللعبه زي هيك. اوكي نعمل هيك نفصل النت. اوكي نستنى شوي نستنى شوي نستنى شوي وبعديها المفروض انه حاليا اللعبه صارت زي هيك. اوكي خلينا نجرب خلينا نروح ندخل عليها نجرب نجرب. اوكي لا الخدعه ما زبطت. تخيل بعد كل هذا التعب الخدعه ما زبطت. اطلع معطينا اصوات الالغام على الفاضي. طيب ثواني خلينا اشبك النت ارجع النت ما يمكن يصير اشي ثاني. بالغالب الاشي اللي راح يصير ان انا يا راح اموت من الزون يا راح اموت من الالغام. اوكي 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 يلا يلا يلا. اوكي اوكي رجع النت اطلع ودمي فل. والله ما بعرف كيف. طب خلينا نجرب ندخل عليها. اوكي اوكي ندخل عليها. اوه بلعنا بلعنا بلعنا. بس هو في عندنا هاي في عندنا هاي. اوكي اوكي للاسف طبعا الخدعه كانت غلط 100%. خلينا نحاول نهرب الزون نحاول. اوه والله ما راح نلحق لو شو ما صار. على كل حال احنا بعد ما متنا عرفنا انه هاي الخدعه كانت كذبه للاسف. فخلينا نروح للخدعه اللي بعدها. اوكي شو راح اسوي؟ طيب اخذ الدراجه اوكي ضغط على اوري. يو طلع يو قدر يشغل اوريون ويركب بالدراجه بنفس الوقت. لا 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 هاي جد حلوه جد جد حلوه هاي. لا منظر والله كثير خرافي. صحيح انه طفى النت بس اتوقع انه هو طفى النت بس علشان تظل اوريون شغاله. اتوقع لهذا السبب عشان يورينا. يو لا والله هاي رهيبه. بس ثواني خلينا نتاكد انها شغاله ولا لا. اوكي مبدئيا بهذا الجيم عندنا مهمتين. اول اشي لازم نلاقي دراجه. ثاني اشي لازم نفعل قدره اوريون. وطبعا عشان بخصوص الدراجه انا راح انزل على هذا المكان. خذوها مني هاي خدعه. اذا انك بتدور على سياره معينه روح على هذا المكان. هذا الشارع شايفينه تبع الجرافيار. اطلع هذا الشارع فيه كميه سيارات كبيره. يعني اطلع مبدئيا في عندك هناك سياره صفة بالكراج. في عندك كمان هون سياره واقفه هون بس على حظ نص السيارات مختفيه. ترى كمان المفروض يكون هون في سياره ثالثه بالكراج هون. وهي في عندنا كمان سياره لامبورجيني شايفينها هناك بس للاسف على حظنا طلع هاي ثنتين لامبورجيني جنب بعض بس ما في ولا دراجه. فراح ناخذ اللامبورجيني وندور على اول دراجه نلاقيها بوجهنا. اوكي وبعد البحث الطويل اللي طول كثير اخيرا لقينا الدراجه. هسه ضايل علينا المهمه الثانيه واللي هي ولا شيء مهمه جدا سهله ان نفعل قدره اوريون. طبعا انا
مش عارف ليش وانا بالطريق ما جمعت فطر، ما انا هيك كنت الف الخريطة. على كل حال هاي الفطر موجود بكل مكان، ما دام معنا دراجة عادي بامكاننا نتنقل باي مكان بدنا اياه. اوكي في عندنا كمان فطرة هون، بس هاي فطرة صغيرة اتوقع ما راح تفعل لنا اوريون. اوكي احنا محتاجين فطرة ثانية او على الاقل لاعب نوقعه نوك. يا اخي وين اختفوا اللاعبين؟ تعرفوا راح يكسر خاطر انه تخيل بعد ما نجمع كل هذا الفطر بالاخر نعمل اشي غلط والخدعة ما تزبط معنا، تخيل بس. طيب فعشان هيك انا بدي اعمل خدعة جنب فطرة هذيك الفطرة، شو الفطرة هناك، بدي اعمل خدعة جنب هاي الفطرة لاني متأكد اني ما راح اقدر اسويها من اول مرة. طيب بس ابعد لي هاي عن الشجرة. اوكي الخدعة يا اخوان بكل بساطة انه لازم تضغط على كبسة القيادة كبسة تفعيل القدرات بنفس الوقت. الكويس انه انا الكبستين موجودات عندي على الكيبورد فبامكاني اكبسهم بسرعة مع بعض. اوكي نجرب مع بعض، 1 2 3. اوكي ليتس جو، هاي قدرنا نسويها. طلع بامكاننا نستخدم قدرة اوريون بالفعل واحنا راكبين الدراجة. ثواني خليني اجرب اسويها مرة ثانية. اوكي وهي اخذنا الفطر. اوكي خليني اجرب نسويها مرة ثانية، 1 2 3. يو لا تمزح، طلع ثاني مرة ما زبطت معانا. ثواني هون حلو انه احنا نزلنا على مكان فيه فطرة كثير، بس للاسف هاي ما راح تعبينا. تخيل انك تعمل هاي الخدعة وتهجم على السكواد، تخيل ما احلى منظر هيك انه اوريون راكب الدراجة وقاعد ذمت كل السكواد بالقدرة تبعته. لا راح يطلع ايش كثير فاير على فكرة. اوه في واحد معلق الدراجة هون. يو ايش بيسوي؟ اوب اوب ما حد ركنهم. هون هون خلينا نوقع نوك. اوكي تعال هون معنا الشحن العنيف. تعال يا عمري تعال. اوه الشحن العنيف ماله بطل عنيف زي هيك. ليتس جو، هينا قتلنا وهسه تفعلت عندنا القدره مره ثانيه. اوكي وراح نعمل الخدعه على الدراج تبعته، بس الدراج تبعته شكلها معلقه. هذا كان معلق الدراج تبعته. لا 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 شكل الدراج تبعتنا علقت. طيب خلينا نجرب اخر مره، بدي اجرب اعمل على كبسه الدخول لو اني كنت راكب. يلا 1 2 3. اوكي وهي بتزبط حتى عند الراكب. اوب اوب في واحد بده ينتقم مني. طلعت بوته بالاخر. اوكي وبعد ما قدرنا البوته نروح نجرب للخدعه اللي بعدها. اوكي شوف الخدعه اللي بعدها. طيب اوكي حجاب اللانش باد. اوكي وحطه هون. طيب عند الزبلاين اتوقع شفناها قبل هالمره صح؟ طيب استخدمهم اثنين وبعدين نزم اللانش باد صغر اللعبه. ايش هاي عجقه الخدعه. اوه اوكي شفناها من قبل بس لا تطلع. يو بيقدر يكشف الخريطة، طلع وين كان، طلع بيقدر يكشف اماكن الناس الموجودين بالبيك. يو لا هاي مجنونة كثير. طب عندي سؤال، اذا عمل كانسل شو اللي راح يصير؟ راح ينزل بالمكان الجديد ولا راح ينزل عند الزبلاين؟ هيو لما عمل كانسل رجع هون. يو يا اخوان والله خدعة كثير فاير، بس بالاول خلينا نتاكد منها مع بعض. اوكي مبدئيا احنا بهاي الخدعة محتاجين شغلة واحدة، ولكن الشغلة الواحدة هاي صعب كثير انك تجيبها واللي هي اللانش باد، فعشان هيك انا جمعت توكنات كثير علشان احاول اشتريها من البوكس. اتمنى ان نلاقيها، اتمنى ما نضيع التوكنات على الفاضي. اوكي ثواني البوكس صار ليفل 2 يعني المفروض اللوت فيه اقوى. اوكي خلينا نشوف. اوكي ضل معي 500 توكن. اوكي اوكي ضيعنا مصارينا على الفاضي. المشكله انه هاي ما بتنزل الا بالدروبات العاديه، ما بتنزل بالدروبات المطوره، فلازم نستنى قبل ما ينزل دروب عادي. والمشكله الزون، احنا شو مشكلتنا مع الزون هاي؟ اوكي اتوقع انه اخيرا لقيناها لاني شفت هناك نزلت دروب عاديه مش مطوره. اخيرا اخيرا بس شكرا والله كل الزبلاينات صارت برا الزون. على كل حال مش مشكله راح نجربها برا الزون زي ما جربنا هذلاك الخدع برا الزون، احنا بنقدر نسوي هاي كمان. اخيرا حصلنا على اللي بدنا اياه، خلينا نمسك السياره ونحاول نلاقي اقرب زبلاين يا حبيبي. اوكي في عنا زبلاين موجود بالستريب، خلينا نلحقه قبل ما ياكل الزون. ترى على فكره هيك هيك من هون لما نصل راح ياكل الزون، بس يلا احنا راح نحاول. اوكي 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 وصلنا 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 اخيرا وصلنا بسلام. اوكي للاسف اول ما وصلنا في واحد كشف مكاننا. اوكي اتمنى انه ما يكون. ايوه ايوه هون ايوه خلينا نقتله، خلينا نقتله على السريع. بس وينه وينه وينك يا حبيبي؟ ايوه 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 تعال. الجو كانت كثير ايزي. تمام خلينا نمسك هاي على السريع. وين راحت؟ وين راحت؟ اوكي هي موجوده هون. تمام خلينا ننزلها هون، هي بامكاننا ننزلها زي هيك. خلينا هسه بس خلينا نعبي دمنا نعبي دمنا. اوكي علشان حاول انه ما تعرفين ليش لانه الزون كثير قوي، بس لو معي سوبر ميد كيت هي معي 4. طيب خلينا نجرب اول شيء نعمل هيك. اوكي لا 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 طلع بالزبلاين. لا 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 لا, لا راح نتدمج هسه. اوكي طب خلينا ناخذ السوبر ميد كيت، خلينا نستغل اللحظه هاي. حاول دائما تستغل نقاط ضعفك لمصلحتك. اوكي المهم خلينا نجرب هسه، نرجع نجربها مره ثانيه على السريع.
اوكي طيب رح نيجي هيك، المفروض هاي تكون لايش؟ اوكي لا استخدمناها يا حرام يا حرام، ثواني لا 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 تحكي لي انه هاي الخد على غوها، لا تحكي لي انه هاي الخد على غوها لانها كثير فاير صراحه، اكثر واحدة انا كنت متحمس لها لفيديو اليوم. اوكي الزوم بلش يدمج كثير، اوكي لا تمزح، والله شكلهم لغوها شكلهم لغوها، طلع طلع مش قادر امسك بالدروب، مش قادر امسك بالدروب بنفس الوقت، شايفين كيف؟ مش قادر امسك عفوا بالزبلاين وهذا بنفس الوقت، طلع طلع كيف؟ ها ما تقدر تمسكهم ما اوكي ما نقدر نمسكهم للاسف، للاسف الشديد انه هاي الخدعه بالغالب شكلها غلط. هسه شوفوا بصراحه انا حسيت انه عشان التحكم بالانالوج شوي صعب على البي سي كان صعب علي اطبقها، فبتمنى انه الكل يجربها ويكتب لي تحت في التعليقات اذا زبطت معاكم ولا لا، فعشان هيك هاي الخدعه ما بدي احكم عليها، لا راح اقول انها صح ولا انها غلط، فراح اترك الحكم عليكم انتم. اوكي مبدئيا واضح انه هاي الخدعه بخريطه كالاهاري، خلينا نشوف شو بده يسوي. اتوقع انه هاي بالمعبد. اوكي لا تمزح، معقول؟ طلع ما سوى اشي، بس طلع من اللعبة ورجع دخل عليها، قدر يدخل جوا الحيط. اوكي بصراحة انا رح اجرب هاي الخدعة، اوكي؟ ولكن مش عشان انتم تجربوها، انا بدي اتاكد انه هاي الخدعة لساتها شغالة ولا لا، علشان شركة جارينا لو انها شافت هذا الفيديو تتاكد انها تمسح هاي الخدعة، لانه هاي الخدعة واحدة من الخدع اللي ممكن تبند الحساب، ولكن انا رح اخاطر بنفسي واجرب اذا هاي الخدعة كانت شغالة ولا لا، اتمنى يا جارينا انكم تتفهموا. اوكي مبدئيا الخدعة بتتسوى بهذا المكان، هذا المكان لو دخلنا عليه هون ونزلنا تحت رح تلاقي فيه صناديق، والله بصراحه مش عارف اي صناديق، اتوقع انه هاي الصناديق اللي جرب فيها الخدعه، كان بركض زي هيك وبعديها طلع من اللعبه ورجع دخل عليها. خلينا نصغر الشاشه شوي عشان نقدر نطلع من اللعبه ونرجع ندخل عليها. طيب بس لازم انا اضل راكض، اوكي ارجع ادخل. اوكي لحظه شوي ثواني، طلعوا قدرت ادخل جوا هذا الصندوق، يعني تعرف شو معنى هذا الكلام؟ ان الخدعه هاي صحيحه تمام، او عفوا او هذا الجلتش او مش عارف شو احكي لكم ايش هو. قارينا اتمنى انكم اذا حضرتوا هذا الفيديو او اي حدا من المطورين اذا شاف هاي الخدعه اتمنى انكم تبندوها باسرع وقت، لانه للاسف في ناس كثير قاعدين ينشروا عن هاي الخدع ومش قاعدين يحكوا للناس انها بتبند الحساب او على الاقل بتعطيه انذار ببان للحساب. طبعا انا مش عارف شو اللي صار لي بالضبط، حتى ما بقدر اتحرك لا يمين ولا يسار ولا اي اتجاه، انا حاليا معلق للابد، اطلعوا مش قادر اتحرك بالمره ولا حتى انط ولا اعمل اي شيء، كبير بس ابدل اسلحه واطخ. اوكي هاي سبب ثاني عشان ما تعملوا هاي الخدعه لحالكم، عشان ما يتبند حسابكم، عشان ما تعلقوا زي ما صار معي هون. فالخدعه هاي نتيجتها انها بتبند الحساب، فلا تجربوها، واذا جربتوها على مسؤوليتكم انتم، انا ماليش دخل. اوكي الخدعه اللي بعدها واضح انها من خدع البيك، تمام خدع البيك بحبها لانه اكثر مكان بحب انزل فيه. طيب خليه يعلمنا ايش راح يسوي. طيب نزل علبه الدم، اوكي شو بده يسوي؟ اي تمزح، بدك تحط لغم، بتقدر تحط لغم. طيب اوكي طلع، لا والله هاي قويه، خصوصا انه هذا المكان فيه كثير تجمعات دائما. اطلع اذا نطيت وحطيت لغم راح ينزل معك اللغم، لا والله هاي قويه، خصوصا انه مختفي كثير اللغم، ما حد راح ينتبه له، والله هاي نار. بس ثواني خلينا نتاكد منها، طلع طلع كيف بقول لك، طلع ما راح ينتبه ياخذ الدم وبالاخر راح يتدمج. خلينا نروح نجربها بسرعه البرق. اوكي وحين ننزل على البيك عشان نجرب هاي الخدعه، ولكن للاسف في مليون واحد على البيك، خلينا نروح اقتلكم اياهم كلياتهم، اخلص فايت البيك هاب وارجع لكم. اوكي خلص فايت البيك تمام بعد معاناه طويله، 9 كلات اوكي، واخيرا كمان برضه حلو ان لقيت اللغم، اكيد واحد جايب 9 كلات الا بيلاقي بكل هاللوت لغم. طيب خليني نجي نجرب هاي الخدعه تمام، هسه اجى الوقت المناسب. طيب انت بامكانك طبعا هون انت تنزل اي شيء، انا بفضل دائما انك تنزل توكنات، بس ثواني شوي ليش ما معنا ولا توكن؟ كل هالكلات جبناها ولا اوكي اوكي في واحد هناك يا عمري يا وطن 100 توكن، تعال تعال خلينا نجيب لما يكون معاه توكنات، يا عمري اكلت قد الوطن يا حرام، وين صاروا 10 كلات كمان تبع فايت البيك؟ شايف ليش بحب انكم تنزلوا توكنات؟ لانه التوكنات ما بتاخذ مساحه من الشنطه واي حدا بمر عليها الا ما ياخذها، مستحيل يشوف توكن ما ياخذه، اما الدم يعني بالعاده عاده بيكون الناس معهم دم كفايه. اوكي بس في مشكله كبيره، التوكنات مش مبينه هون، يمكن لازم تنزل مجموعه كبيره من التوكنات، على كل حال انت نزل اللي بدك اياه، ان شاء الله تنزل لي قطعه. شو اسوي لك؟ طيب بعد ما نزلناها خلينا نجرب، اذا كنا قاعدين ها ما بامكاننا، يقول لك يتعذر استخدام اللغم الارضي هنا، اذا وقفنا نفس الشيء، بس شو اللي لازم اسويه؟ تنط وتنزله. اوكي ليتس جو، هي زبطت، تطلع
يا إله طلع اللغم مخفي بشكل مش طبيعي. طبعا انت معك عدة ألغام بإمكانك مثلا تلغم هذا المكان، تحط مثلا واحد هون واحد هون واحد هون، اي واحد راح يمر سواء عشان يلوت او لا راح يتدمج باللغم الا ما يتدمج. والله بصراحة خدعة كثير حلوة، والله بصراحة خدعة كثير حلوة ولا عن جد مفيدة. وعادي كل اللي محتاجه لغم، وانت قاعد تعمل هاي الخدعة بالبيك انت قاعد تحكي اكثر مكان يتجمع فيه لاعبين، فهاي الخدعة كانت صحيحة 100% ومفيدة بالفعل لكم. خلينا نروح للخدعة اللي بعدها. اوكي هاي الخدعة طعجت مخي على الاخر، شفتها اكثر من مرة على فيديو تيك توك ولكن لازم اوريكم اياها. طلع اخذ معاه شخصية ديمتري، طلع شو سوى. شوف اوكي طلع فجر حاله وطلع من الجيم. طلع شو بصير، ديزل دخل على ساحة التدريب هون واقع نوك وقاعد يعمل لحاله ريفايف. تخيل تاخذ بس انت هاي السكرين شوت واحكي لاصحابك، اتحداك اذا تقدر تعمل هاي اللقطة، صراحة راح يكون ايزي كبير فاير. لا جد جد راح تصدمهم على الاخر. خلينا نجربها مع بعض بالاول علشان نتاكد انها صحيحة ولا لا. اوكي الخدعة بسيطة جدا ولكن محتاج يكون معك شخصية ديمتري. اتوقع اني انا مش حاطة شخصية رئيسية، حاط شخصية اوريون، فلازم ندخل هون ونحط شخصية ديمتري. بعد ما عملنا هيك نروح بكل بساطة على ساحة التدريب. هينا دخلنا على ساحة التدريب، ما في داعي يكون معانا أسلحة أساساً. خلينا ندخل على السريع قبل ما يدخل اللاعبين. أوكي 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 خلينا نروح نجيب القنابل ونفجر حالنا ونشغل ديمتري. طيب خلينا نشغل ديمتري. أوكي أوكي خلينا وقعنا، يلا وقعنا وقعنا. شو بتستنى وقعني يا حبيبي يا حبيبي، شو بتستنى؟ ضاع ديمتري على الفاضي، شكرا لإلك. طيب أي محاولة أخرى وبدي أعمل بالقنابل. تمام لا بدي حد يقتلني ولا إشي. أي رميت القنابل هيك. أوكي نحط ديمتري، يلا هسا وقعنا نوك. أوكي وهينا طلعنا طلع. اوكي دخلنا هون واقعين ذوك. يا سلام يو طلع طلع في عين هوش قدرة سونيك، انا السخالة كمان. ايس طلع طلعت سخال عن جد. والله هاي منظر عن جد عن جد كثير خرافي. للأمانة هاي الخدعة انت ما بتستفيد منها بالجيم ولا حتى راح تزيد قدراتك، ولكن بصراحة انها ممتعة جدا انك تحير اصحابك تعمل هاي الخدعة وتوريهم كيف انك واقع نوك قدام ادم. اسمع احكي لهم انه ادم هو اللي وقعك نوك، راح ينصدموا. على فكرة ممكن عن جد يصدقوا، لانه مين اللي ممكن هون يوقعك نوك غير ادم اللي واقف هون. وضحك لك كيف سويتها، قول له روح احضر فيديو دراجونو، وطبعا اكيد قول له انه يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ويعمل لايك ويحضر الفيديو اللي راح يطلع له هون، لانه هذا الفيديو كمان راح يكون فيديو خدع وبرضه فاير مثل هذا الفيديو. وبالنهاية كان معكم دراجونوف ودمتم في رعاية الله.